مرحبا بك على موقع البطولة. الحاج، ماذا يقع في الرجاء؟ ماذا يقع وشنو كلمة يمكن لك توجه للجمهور ديال فريق الرجاء؟ الجميع الحمد لله فريق الرجاء البيضاوي كان غادي بواحد الخط الصعود، الحمد لله حقق مع عدة انتصارات وكل شيء تنبه بخير. فريق الرجاء البيضاوي لأنه يكون فريق قوي، جات لا ديفيت في السنة، مشينا لغانا ووقع لاعبين كل شيء.